السلام عليكم ويسعد اوقاتكم وين ما تكونون بكل خير وسلامه. وياكم رشان من مطبخ رشان. نبدا بذكر الرحمن والصلاه على محمد وال محمد. فيديو جديد رجعت لكم، وهالمره الفيديو تحفيزي وروتين كلش حلو. طبعا بما انه اليوم الغداء كان مندي لحم، وهنا عزمتنا اختي، فبما انه ماكو طبخ وماكو شغل الصبح، ويعني مثل ما نقول شبعنا نوم، فحبيت العصر انه اسوي حملة تنظيف للاستقبال. بما انه اني من صارت الترابة الاخيرة العجة اني ما نظفت الاستقبال فبقت، فقلت خلي اقوم انظفها تنظيف يكون عميق يعني. وبالاضافة لذلك البردات حخليها يوم ثاني همين ان شاء الله انظفها وياكم، لانه احتاج اخوي ينزلها وهالسوالف على مود اقدر اغسلهم. فهنا اول ما بديت وكملنا غدا، واكيد سهمكم العافية كان طعم جدا جدا طيب. بديت نزلت للاستقبال تقريبا الساعة 3 الا، وبديت هنا دخلت فتحت الأضوية مالت الاستقبال وسديت الباب حتى أخذ راحتي، وبعدين شغلت القصائد اللي أنا تعجبني وحتى يصير واهس بشغل أكثر. هنا طبعا بهذا الريشة كلش مفيدة، الكل بيت طبعا أنه سهل هذه المهمة، أنفض القنفات من الأتربة، كذلك الباب مالتنا، لأنه إحنا قلت لكم وعدتها أكثر من مرة، إحنا لأنه على الشارع دائما كمية الأتربة تكون كلش قوية. يعني أنا هسه إذا نظفت بهالوقت أنه ثاني يوم أجي الصبح ألقى يعني لازم خيط خفيف من الأتربة، فلذلك عندنا كثافة كلش هواية بالأتربة، يعني تكون شوي مملة هاي الشغلة، وهذا من السلبيات. هنا بعد ما حخلص تنفيض القنفات من كل الأتربة، أكيد حبدي أشيل الطبلة الوسطية. رح أنظف أني اليوم غرفة غرفة، هم غرفتين يعني تكون كبيرة لكن مفصولات يعني مثل المفصول، فأني حبدي بالجهة الثانية اللي هي هذه الجهة. وبما أنه أخوي وبابا قاعدين من الغبشة فلاعبين بالقنفات محاولين بيهم، والصراحة مثل ما تشوفون ما مرتب، يعني كلش ما مرتب، فأنا حبيت أغيرهم اليوم لأن شفت الاستقبال صايرة هيك مثل الهوس، يعني مثل ما نقول ماكو تناسق. فهنا سحبت هذا القنفات مثل ما تشوفون، وهنا همين حبدي أسحبها وأخلي التيمبر لام وكذلك الطبلة على مود تكون أكو طبلة بين الجهتين، وهنا همين هذه الجهة هم حخليها تكون بين الجهتين، وأشيل هذيش الطبلة اللي هي من السبلت وأضيف القنفة حتى همين اللي يقعد هناك يقدر يتوجه على التلفزيون ويباوع يعني يقدر يشوف. وبقيت هذه مجال من البردة هم حتى يطلع الشكل مالتها الحلو. هنا الطبلة الوسطية حبدي أشيل الأغراض من عندها، شلتهم وسحبتها، سحبت طبعا هنا كنت وحدي لأنه أختي مريضة، فبدون مساعدة شوي تعبت، لكن وأخذ وقت من التصوير يعني هواية. هنا طبعا هواية سألوا على الموكيت اللي احنا ماخذينه للاستقبال، طبعا هذا من اجود النوعيات اللي موجودة بالسوق اللي هو التركي اللي هو البرند، فاني حخلي لكم الرابط مالتها تقدرون تاخذون من عتها. وطبعا نبذة الكمية النقشة اللي انا جايبتها، بس هنا هواية سألوني بنات شلون تنظفين هذه الماسحة، طبعا لازم ما يكون قوي، ومن انظفه بهالشكل كل الأتربة والوساخة يعني توقع بسرعة. فمثل ما قلت لكم هذه الموكيت كلش حلو وعملي، وبنفس الوقت يكون صيف وشتوي، بدل ما بالشتاء نبدل وبالصيف. وبالإضافة لذلك نوعيته ممتازة، واللي يكون الظهر مالته محبب وجلد يعني لا تخافون من جهة أنه يخرب أو كذا، هو أكيد مع استمرار الوقت لكن فترة طويلة. أنا هسه هذا الفترة صار هشقد على حطته، مجرد أنه أنا أكنسة بالمكنسة الكهربائية فقط صاحب الأتربة، لحد الآن ما غسلتهم ونظيفات مثل ما هم، مجرد سحب أتربة من أشوفهم يتوسخون يعني مثل ما نقول زيادة، أنا أكيد حغسلهم وياكم وهم حنشوف الفرق. اللي يحب طبعا يوصي من عته، هو يعته أشكال ثانية كلش حلوة وراقية، ولكن هذا الموديل اللي أنا اختاريته يعني نفذعتها اعتقد، لانه هسه من فترة قليلة فتت على الصفحة وشفت مكتوب نفذ النقشة. اكو هواية نقشات ثانية هم كلش حلوة صراحة، انا عاجباتني كلش هوايتها، نقشات وموديلات حديثة خاصة الصيفية هيك وحتى الشتوية الوانهم تكون عتها كلش حلوة.
هنا جبت المكنسة الكهربائية وحابدي أسحب كل الأتربة من عندهم، وأكيد حنكمل وياكم هالتنظيف. وطبعاً قبلها مثل ما شفتوا مسحت شلتها يعني الموكيت هيك رفعتها ومسحت كل هذا اللي جوا القنفات، حتى شنو أضمن إنه من أمسح من أكنس العفو الموكيت ما يجي تراب منه ومنه، يعني أضمن نظافتها بشكل كامل. بعد ما راح أكمل كل هذا الغرفة، هذه الغرفة خاصة أكملها، بعدها حبدي أنتقل للغرفة الثانية وميز الطعام، وكذلك همين أنفض من الأتربة الساعة وغيرها وما شابه. الفاصل اللي يكون بالوسط الغرفة اللي هو الأرضي، فمسحت هذا الفاصل وبعدها حبدي هنا أمسح الطبلة الوسطية طبعا، وبعد ما أكملها هذا التليفون وباقي الطبلات هم كلهم حمسحهم، وكذلك النفاضات أغسلهم وأنفض هذه القطع، وطبعا إن شاء الله على المرة الجاية أبدي أغسلهم لأنهم متوسخات بشكل قوي، فحرامات أخربهم يعني لأن كثرة الغسل تخرب. بعد ما حنكمل أكيد حرجع الطبلة وحرجع الشغلات اللي مترتبتها مثل يعني أول مرة، لكن هي تغييرات بسيطة. وطبعا أكيد أكو بنية فاتت لي بالإنستغرام قالت شلون تخلين هذه السندانة أو باقة الورد أنه تكون ثابتة ما تتحرك وما تخرب، فإن شاء الله فيديو من الفيديوهات اللي حتجي بإذن الله أقدر أسويكم شلون طريقة هذا الورد يكون هيك يعني مليان وبنفس الوقت ثابت ما يتحرك. وطبعا هنا رجعت للغرفة الثانية بعد ما كملت كل الغرفة الأولى ما عدا الباب اللي نستقبل من عنده ضيوفنا يعني اللي هو باب الاستقبال، هذا همين حبدي أنظفه لكن بالأخير حتى أتأكد أنه كل غرفة تنظفت. الجهة الثانية هذه بديت همين أسحب كل الأتربة الموجودة بيها، وبعدها حنتقل لميز الطعام حشيل كل الشغلات اللي مخليها على ميز الطعام اللي هي الورد الكراسي همين أسحبهم وهمين أنفضهم بالفرشة اللي الريشة العفو، كلش حلو هذه من ناحية أنه تنفض الأتربة وكذا، وحتى تنظيف هي نفس الريشة يكون كل سهل، هي مجرد أنه مثل تطلعون بمكان برا أنا أطلع بالجراج مجرد هيك أضرب الريشة على إيدي فكل الأتربة تطلع من عندها بدون لا تغسلوها ولا شيء ثاني، لحد ما أنتوا تشوفون بعد أنه وأنتوا أثناء ما تضربوها هيك على إيدكم يعني تنفضونها همين راح يتوقف كل الأتربة اللي موجودة بها معناتها تنظفت. هنا سحبت الكراسي مال الميز وبديتها من أمسح الأرضية، وبعدها حبدي الميز من فوق أكيد حبدي أشيل الشغلات وهمين أمسحها وأرجعهم، وبعدها مثل ما قلت لكم هم أنفض الأتربة من الساعة واللوحة اللي عندنا ومسحت البلازما، لكن ما صورت لأنها الصراحة الذاكرة عندي قبطت فتوقفت مجرد الشغلات الأخيرة بموبايل الثاني قدرت أصورهم. هنا بعد ما كملت حشوفون النتيجة النهائية وهذا الباب همين شلون حنظفه، قلت لكم هذه المعاناة مالت الشارع فلذلك شوفوا الأتربة كلش تصير قوية بها. طبعا هذه هسه نظفتهم، ثاني يوم ارجع القه طبقة خفيفة مدة 3 أيام يعني تلقون طبقة كلش ثخينة. فهنا هيك نفضتهم بالبداية من الأتربة وبعدين مسحتهم بقطعة قماش تكون يعني مبللة، وكذلك هذه همين اللي مقابيل الجراج هذه همين مسحتها، وأنا الجراج هذا غسلته قبل بيوم لأنه نظفت البيت قبل بيوم فأغسله بالليل يعني جهم الجو يكون حلو وبنفس الوقت
انه تنظيف البيت، تنظيف الجراج يسهل مهمة النظافة بحيث اللي يدخل اللي يطلع ما يوسخه يكون بشكل قوي. هنا نظفت الباب ومسحته وكملته، وحكمل باقي الشغلات. واكيد هذه كانت النتيجة النهائية حتشوفوها وياي بعد ما كملنا التنظيف. اتمنى ان شاء الله اليوم الفيديو عجبكم، واتمنى ما تقصرون وياي باللايك، واللي زايرني اول مرة لا تنسوني اشتراك وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم كل فيديوهاتي. هنا حبدي ارجع الكوشات وهالشغلات، وطبعا ان شاء الله هو فيديو مثل ما نقول تحفيز حتى انه يسووها، سوحدة سووها سوحدة الثاني حتى ننظف البيت وكذا. واني حخليكم تكملون الفيديو للنهاية. طبعا هنا همي غيرت الاضوية، ابوه كان محولهم للاخضر وهيج الوان ثانية، فحبيت اغيرهم للون الابيض وهيك صار الشكل النهائي. لا تنسون من اللايك، اعيدها مره ثانيه، واتمنى ان شاء الله تشاركون فيديوهاتي ويا احبابكم واصدقائكم بالجروبات، وهيك حتى قناتي هم شوي تصعد، واكيد اسوي لي وهس انه استمر وياكم. مع السلامه، انتظروني فيديو قادم.